زي ما حضراتكم متابعين، ما زال التصعيد الإسرائيلي مستمر، وخلال الساعات الماضية الحقيقة شفنا استمرار العملية البرية العسكرية على قطاع غزة، وأيضا قوات الاحتلال بتدخل في مرحلة جديدة من العدوان على غزة بجانب القصف الجوي المستمر ليلا ونهارا. تعالوا نروح إلى فلسطين مع الدكتور منصور أبو كريم، المحلل السياسي الفلسطيني. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني النهاردة والآن بنرى قنابل ضوئية لتحديد أماكن لغارة جوية من الصواريخ وقصف ليلي جديد. يعني كيف يعني طمنا الأول، يعني كيف تسير الأوضاع في هذه الليلة؟ يعني الأوضاع في هذه الليلة كما هي الليالي السابقة منذ أن أعلنت إسرائيل حربها وعدوانها الشامل على قطاع غزة، تستهدف البنية التحتية، تستهدف المدنيين في محاولة دفع السكان من مدينة غزة وشمالها باتجاه جنوب وادي غزة كمرحلة أولى أعلنت عنها إسرائيل. إسرائيل تحاول منذ أن أعلنت حربها على قطاع غزة تحقيق مصير سياسي بتطويق مدينة غزة عبر عملية برية أعلنت عنها الجمعة الماضية. تقدمت القوات الإسرائيلية من عدة محاور من الشمال والشمال الغربي ومن الجنوب ومن الشرق في محاولة لتطويق مدينة غزة لاقتحامها فيما بعد، وبالتالي إسرائيل ما زالت على مشارف مدينة غزة لم تتقدم كثيرا، تحاول تمشيط المنطقة الزراعية والمنطقة المحيطة بمدينة غزة استعدادا لاقتحام قلب مدينة غزة، وهذا الاقتحام يعني يؤدي إلى مزيد من الشهداء والجرحى في صفوف الشعب الفلسطيني، خاصة أنه هناك كثير من المواطنين الفلسطينيين فضلوا البقاء في مدينة غزة على التوجه جنوبا نحو المناطق الجنوبية نظرا ل يعني صعوبة الأوضاع وصعوبة تحمل البنية التحتية في هذه المناطق بكم كبير من المواطنين. الكثير من المواطنين توجهوا جنوبا باتجاه مدن خان يونس ورفح والمحافظة الوسطى، ومن ثم عادوا إلى مدينة غزة نتيجة ضعف البنية التحتية، قلة المياه والكهرباء والمخابز، وبالتالي الكثير من المواطنين يعني بقوا في مدينة غزة ينتظرون مصيرهم. طيب يعني دكتور منصور، صف لي يعني الوضع الاجتماعي الآن، يعني في حالة هذه الغارات والقصف الحقيقة لا يتوقف سواء بالنهار أو بالليل، أين يختبئ الأهالي؟ هل من ملاجئ؟ هل من أماكن بيختبئوا بيها؟ أم هم والقدر؟ يعني الحال بيبقى عامل إزاي؟ يعني من المعروف أن مدينة غزة ليس لديها ملاجئ، مدينة غزة هي مدينة مكتظة بالسكان يعني، وبالتالي ليس هناك ملاجئ أو منشآت. المواطنون فضلوا البقاء، من فضل البقاء في مدينة غزة لجأ إلى بعض مدارس النروة والمستشفيات، لكن القصف الإسرائيلي يطال الجميع، وهناك دعوات قام الجيش الإسرائيلي بتحذير مزيد من تبقى في مدينة غزة خاصة في مخيم الشاطئ وحي الزيتون بضرورة التوجه إلى نحو الجنوب، لكن من توجه نحو الجنوب وجد الآليات والجرافات الإسرائيلية والدبابات تمنع توجهه نحو الجنوب، وتم استهداف العديد من المواطنين الذين حاولوا الفرار من مدينة غزة، وبالتالي هناك وضع كارثي في قطاع غزة خاصة في مدينة غزة. القصف الإسرائيلي يستمر، هناك محاولة ل يعني اقتحام مدينة غزة عبر تطويقها من قبل الآليات والدبابات الإسرائيلية، وهناك كارثة إنسانية في ظل يعني توقف امدادات الكهرباء والمياه ونقص امدادات السولار للمستشفيات الفلسطينية، وفي ظل استهداف البنية التحتية والمنشآت الخدماتية مثل المخابز والمطاعم في مدينة غزة في محاولة من قبل الاحتلال لدفع الكتلة السكانية المتبقية في الشمال وقلب مدينة غزة بتوجه نحو الجنوب.
أكيد. وماذا عن التواصل بينكم وبين يعني الإخوة في قطاع غزة عن الصمود؟ يعني هذه الحقيقة ملاحم من الصمود اليومي. يعني بكل تأكيد يعني الشعب الفلسطيني متعود على مثل هذه الحروب، رغم أن هذه الحرب هي الأقصى والأعنف في تاريخ الشعب الفلسطيني. لم يمر على تاريخ الشعب الفلسطيني مثل هذه الحرب التي يعني معدل القتل والشهداء يصل إلى أكثر من 5 شهيد في اليوم. الشعب الفلسطيني يعني منذ 100 عام منذ بعد بلفور وهو يقدم التضحيات وصامد على أرضه، لكن العنف الإسرائيلي الكبير الممارس في هذه المعركة يضع المواطن الفلسطيني أمام تحديات كبيرة، أكيد. خاصة في ظل يعني ندرة الإمكانيات وشح الموارد وعدم وجود يعني حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة نتيجة الانقسام ونتيجة استمرار نتيجة أكيد. يعني ضعف أكيد. واضح الدولية في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع. أكيد. دكتور منصور أبو كريم المحلل السياسي الفلسطيني، أكيد صوت حضرتك وصل، كل الدعم لأهالينا وكل الدعاء لأهالينا في قطاع غزة.